جهنم ما قبل التاريخ. فكرة جهنم أو الجحيم تقريبا سمة ثابتة في كل الحضارات، هنجدها في أوائل النصوص الدينية البشرية. لكن بالرغم من اتفاق الحضارات والثقافات المختلفة على فكرة جهنم، إلا أن تناولها للفكرة تباين وتعدد بشكل واسع. لكن سواء كانت فكرة جهنم مرتبطة بالعقاب والعدالة الأخروية، أو سواء كانت مؤقتة أم أبدية، يبدو أنها بتعكس معاناة كل حضارة بشرية في حل مشاكلها الاجتماعية ومصدر الغموض في الوجود والهدف الإنساني. وطالما بقى هذا الوجود لغز محير، فستبقى جهنم في وعي الإنسانية. تصور الديانات الإبراهيمية التقليدي لجهنم يبقى هو النموذج الأكمل والأكثر منهجية والأشد قسوة لفكرة الجحيم، عذاب مطلق أبدي واقع على الجسد والنفس. لكن جهنم لم تكن أبدا قصرا على الديانات الإبراهيمية. ممارسة تحنيط جثث الموتى من الممكن تتبع أثرها 50,000 سنة قبل الميلاد. مفيش شك ان كان في نوع من الاعتقاد في ان هناك حياة اخرى بعد الموت دفعت المجتمعات البدائية دي لتحنيط جثث موتاها، والابحاث الاخيرة بتشير الى ان غالبا فكرة ما بعد الموت لم ترتبط بفكرة الثواب والعقاب، لكن بفكرة استمرارية ابدية للوجود. على سبيل المثال، قبائل الجولا احد الشعوب المتواجدة في غرب افريقيا وبتنتشر في دول السنغال، غامبيا وغينيا، كان عندهم تصور طريف اكثر ارتباطا بالفكرة الاخلاقية، وهي أن الإنسان مركب من 3 أقسام، قسم صالح، قسم شرير، وقسم طيب. عند الموت بيتلاشى القسم الشرير، والقسم الطيب بيذهب للجنة، أما القسم الصالح بيعود للحياة مرة أخرى، منقسم ل3 أقسام جديدة، ومصير الإنسان الأخروي مرتبط بنسبة الأقسام دي ببعضها البعض. فلو كان القسم الشرير هو الغالب، يتلاشى الإنسان كلية من الدنيا ويبقى في الجحيم. أما لو انتقلنا للشامانيون، الشامانيزم في منطقة سيبيريا وآسيا الوسطى، هنلاقي في اعتقاداتهم الدينية شخص كاهن على معرفة مباشرة بجهنم، الشامان الأكبر مسلح بقوة خاصة بتسمح له خلال رحلة من 3 أيام أنه ينحدر بالروح إلى مملكة الأموات، يصحب فيها المتوفي ويساعده في اجتياز العراقيل في طريقها. ويمكن أهم الاختبارات اللي بتتعرض ليها الروح هو جسر ضيق جدا بعرض الشعرة بيمر فوق هاوية صحيقة بحيث يسقط الأقل خبرة، وفي الحالة دي جهنم بتصبح عملية إعداد وتدريب للي بينتهي مصيره إليها من التعساء، الجهلاء، الحمقى، وليس الأشرار. أي أن المسألة غير مرتبطة بالفكرة الأخلاقية، لكن يبدو أن أحد أهم السمات اللي اتفقت عليها شعوب وحضارات ما قبل التاريخ عن جهنم هو تحت أرضيتها. يبدو أن جهنم قاتنة في هو صحيقة في أعماق وباطن الأرض. ده بالإضافة لأن هناك فكرة جوهرية ساهمت بيها مجتمعات ما قبل التاريخ في صياغة مفهوم جهنم، وهي أن حياة الإنسان على الأرض بتحدد وضعه ومصيره في العالم الآخر. الأبدية تصنع على الأرض. تصور جهنم في أوروبا الشمالية قبل المسيحية ما ابتعدش كتير عن الأفكار دي. عند الشعوب الجرمانية جرمانيك، جهنم هي المكان الخفي، هل عالم بارد تحت أرضي بيغشاه الضباب ويتيه فيه الأموات. الكلمة اللي أصبحت بتستخدم اليوم في تسمية جهنم في اللغة الإنجليزية اللي بتقترب من كلمة الثقب هول وتعني المكان السفلي. وعند الإسكندنافيين سكاندينيفيانز، الشعوب المحاربة الغاذية عن طريق البحر، جهنم كانت مكان بعيد مقفول بيتم الوصول إليه بعد سفر بحري طويل محفوف بالمخاطر. الوظيفة الاجتماعية هي معيار مستقر النفس في الآخرة، فيصبح الفالهالا قصر فخم، مقر المحاربين، موتى المعارك الأرضية، حيث يقيمون الحفلات، الولائم في صحبة أودن كبير الآلهة. الملاحظ أن فكرة جهنم في مجتمعات ما قبل التاريخ بتصبغها تصورات جماعية، لا يمكن فيها تصور حياة العالم الآخر إلا بصورة جماعية. الأمر النابع من بدائية المجتمعات الأولى وحالة العوز الاقتصادية على ما يبدو أصبحت عنصر ضروري لبقاء الأفراد، اللي أثر على أفكار البقاء الأخروية أيضا وأدى ببعدها عن مفهوم العقاب. وأصبحت جهنم مكان محايد بتتابع فيه الجماعة مشاغلها الأرضية في محيط مظلم وكئيب تحت أرضي عادة، ينظر فيه لحياة الأموات في هذا السياق نظرة تشاؤمية، لكنها ما بتحتويش على عقاب أليم، واللي بيطردوا خارج الجماعة في الحياة الدنيا كانوا بلا نفع في حياة الدنيا ومش هيلتحموا بقبيلتهم أو جماعتهم،
وأصبحوا معرضين لمصير خاص وضحايا عقاب السفر إلى مقر الأموات النهائي. أما فكرة جهنم كمكان للعذاب والعقاب لم تظهر إلا مع الحضارات الشرقية الكبرى ذات القوانين الأخلاقية المتطورة.